في الأولمبياد العالمي للروبوت حضر الحكم السعودي ولأول مرة في بطولة عالمية كهذه، إذ بلغ عددهم 12 حكماً وزعوا على الفئات المشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي. الحمد لله، السنة هذه أول مشاركة للحكم السعودي بالأولمبياد العالمي للروبوت WRO. شاركنا السنة هذه ب 12 محكم تم تأهيلهم عن طريق التصفيات الوطنية المقامة بالمملكة العربية السعودية والتصفيات النهائية المقامة بمنطقة الرياض، وهذا من ضمن مستهدفات الاتحاد لتأهيل الكوادر الوطنية ومشاركتهم عالميا. والله مشاعري صراحة ما توصف في أني أمثل والله بلدي هنا كحكم دولي بين كل الدول الموجودة هنا، تقريبا قرابة 90 دولة حول العالم. مشاعر صراحة يعني أول مرة تكون مثلا موجود مع العدد الفرق الكبير والدول الكبيرة، مختلف الثقافات مختلف اللغات. الجميل في هذا الموضوع هو مشاعرهم، إذ تشاهد أعينهم روبوتا أجنبيا وتتلقى مسامعهم أهازيج الجمهور السعودي الذي يدعم الفرق المشاركة. والله مشاعر ملخبطة، احنا كحكام يعني علينا مسؤولية تحكيم الفرق اللي تلعب، وفجأة نسمع الصياح السعوديين والفريق السعودي فايز، فتشتتنا كذا، ودنا نفرح مع السعوديين في نفس الوقت يعني ملتزمين بتحكيم اللعبة القائمة عندنا. كنا نحكم على احد الجولات، طبعا الحكم لازم يكون حيادي بشكل كبير ويركز على الجزئية اللي موجودة عنده، لكن كانت في أحد الجولات كان الطاولة الأخرى فيها سعودي، ولله الحمد نسمع صيحات الجمهور السعودي وتشجيعهم وحماسهم، أنا بغيت أخلي الطاولة اللي عندي وأروح الطاولة اللي معهم هناك بس عشان أتابع أشوف بحماس. الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية يعمل على تطوير منظومة التحكيم لإبراز القدرات الوطنية محلياً وعالمياً.